أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصحافة في أسبوع. النهاردة هستعرض معكم أهم عناوين الصحف الصادرة خلال أسبوع وأهم وأبرز القضايا المثارة على الساحتين الدولية والمحلية. هروح معاكم لأول خبر معانا النهاردة من جريدة الأهرام. الدولة تعلن عملية شاملة لتطهير البلاد من الإرهاب وتكثيف النشاط في سيناء. ومن الأهرام المسائي، خطوات جادة من الحكومة بوضع نظام التأمين على الحياة للعمالة الحرة. ومن أخبار اليوم، البنك المركزي يدعم ابتكارات الشباب والتكنولوجيا المالية في المنطقة. ومن الجمهورية، وزارة الداخلية تعلن ضبط 41 إرهابيا ومقتل 3 آخرين قبل تنفيذ عمليات تخريبية بالمحافظات. ومن المساء، وزير الخارجية بعد الاجتماع الرباعي بالقاهرة، العلاقات بين القاهرة والخرطوم مقدسة. ومن المصري اليوم، حماس في القاهرة لاستكمال المصالحة وبحث التخفيف عن غزة. ومن الوطن، وزير الزراعة يحدد مهلة لمدة عام لمنتفع الإصلاح الزراعي لسداد الأقساط المتأخرة. ومن الشروق، وزارة الزراعة تحدد الخريطة الصنفية لمحصول القطن في الموسم الجديد. ومن الوفد، وزارة الاستثمار تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بعد مراجعتها من مجلس الدولة. ومن اليوم السابع، شركة العاصمة الإدارية الجديدة تحذر من النصب باسم المشروع. وأخيرا من الدستور، لجنة تعديل الموطني الانتخابي للوافدين تعمل دون أجازات. أعزائي المشاهدين، دي كانت أهم معلومات الصحف الصادرة خلال أسبوع، نتوالها معكم بالرصد والتحليل مع الكاتب الصحفي أحمد الضبع بعد الفاصل، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. برحب بضيفنا اللي مشرفنا النهاردة، الكاتب الصحفي أحمد الضبع، مساعد رئيس تحرير الأهرام المسائي. أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بك أستاذ ماهر ولكل مشاهدي قناة مصر الزراعية في أرجاء المحروسة. أهلا بيك. دلوقتي إحنا عندنا الجيش المصري العظيم بيقود عملية تطهير شاملة للإرهاب في سيناء وفي بعض المحافظات. أنت شفت العملية دي إزاي؟ ومساندة الشعب كمان، وشوف الشعب كمان، يعني مواقع التواصل الاجتماعي والناس والتفاعل الناس مع الجيش ازاي، شوف مدى حب الناس للقوات المسلحة ودعمها للقوات المسلحة على التواصل الاجتماعي كله. تمام، خلينا نبدأ بس بفكرة انه العملية الأخيرة اللي هي سيناء 2018 أو العملية الكبرى اللي سميت بالعملية الكبرى، هي جاية في إطار خطة القوات المسلحة من 2013 اللي بدأت بحق الشهيد، ثم حق الشهيد 2، ثم جبل الحلال، وانتهاء بالمرحله الاخيره اللي هي سيناء 2018 عمليه التطهير الشامله. اذا يعني دعنا نتفق ان القوات المسلحه بتشتغل وفق خطه ومنهجيه، فكره ان هم كانوا بيتابعوا فكره الارهابيين ازاي دخلوا وازاي كانوا بيحاولوا يخشوا سيناء بشكل غير مباشر. طبعا فكره ان هي بدات الحرب المستعره، كل ما بتحقق نشاط كل ما بتحقق نجاح على المستوى السياسي او الاقتصادي من 2013 لغايه 2018 بيحاولوا هم يهزوا عزيمتك وارادتك، عمليات ارهابيه بضربات. هنا الدوله بدات فكره ان القوات المسلحه ممثله في الجيش والداخليه بدات فكره انه لا خلاص احنا مرحله العمليه الاخيره دي خلاص هي العمليه يعني للقضاء ودحر الارهاب نهائيا من كافه ارجاء المحروسه. وبالتالي الشعب هو متابع طول الوقت فكره ان فكره القوات المسلحه الضحايا اللي بيسقطوا، فكره مسانده الشعب للقوات المسلحه بالشكل اللي احنا شفناه على
التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي حاجه يعني حاجه جميله الحقيقه. اولا خلينا نتكلم انه الاعلام بصراحه كان مقصر فكره انه يظهر فكره ان احنا فعلا في حاله حرب الارهاب. الشعب بدا يدرك ده فعلا، يدرك انه فعلا في تضحيات من جنودنا وبالبواسل وظباطنا البواسل على مستوى الجيش والشرطه، بدا يدرك ان احنا فعلا امام عدو يريد ان يقهر الحياه، يريد ان يخرب. بدا يدرك انه فعلا القوات المسلحه في حاله حرب حقيقيه لا تقل ضراوه عن حرب اكتوبر 73. انت بتحارب عدو منظم، عدو عنده تكتيكات اسلحه، بيحارب بالوكاله والانظمه الثانيه طول الوقت، انت في حاله هو متربص بيك، انت بتحقق نجاح سواء على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي، هو بيحاول يحبطك بضربه ارهابيه. لكن الدوله انا بصراحه يعني بصراحه العمليه الاخيره دي وضحت مدى فعلا تكاتف الشعب وراء الجيش والقوات المسلحه، وضحت اكتر ان الناس بدات تدرك فعلا ان احنا في حاله حرب على الارهاب، وضحت فعلا ان الناس فعلا بدات تبقى تخرج الحاله الايجابيه. يعني الناس بدات تشوف لا والله يا جماعه لازم نقدر هذه الجهود، لازم نثمنها، لازم نبطل السلبيه شويه في حياتنا. وبالتالي ده يعني اتمنى ان هو يعني يبقى ايجابي اكتر، بدل ما يبقى فكره التواصل الاجتماعي زي ما قلت لحضرتك لا يبقى فاعل اكتر، لما يشوف حاجه غلط يقول، لما يشوف حد متربص بيه ارهابي او حد شاك في امره يبلغ. بالتالي كده انت فعلا بتادي دورك كمواطن، وبالتالي انت بتخدم وطنك وبتكلل جهود الدوله في محاربه الارهاب. فكره ان البيان القوات المسلحه كمان يتبنى اكتر من موقع، مش في سيناء بس، يعني هو قال لك في مناطق في الدلتا وفي مناطق على الظهير الصحراوي، ففكره ان انت بتعمل مجابهه للعمليات الارهابيه في كل مكان بقى، مش في منطقه سيناء بس، ده حقيقي، ويتبع ده عمليه التنميه بشكل كبير. بالظبط كده، هو احنا ماشيين في خطين اعتقد ان هم متوازيين، التنميه ومحاربه الارهاب، وهم الخطين اللي انا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص عليهم كل الحرص، انه في الاخر احنا بنمشي في عمليه التنميه الاقتصاديه وبنمشي في المشروعات القوميه، وفي نفس الوقت بنحارب الارهاب اللي هو بيحاول يعطل الخط الثاني او خط التنميه. وبالتالي حتى انت في البيان القوات المسلحه الاخير تشعر زي ما قلت برا وبحرا وجوا على كافه المستويات، مفيش بقى يعني خلاص كده مفيش هزار في الموضوع يعني. لا ودي نقطه اهم حاجه، ان العمليات الاخيره او العمليات اللي احنا الثلاثه من 2013 كانت بتبقى رد فعل لعمليه قام بها الارهابيين، لكن المره دي العمليه بتبقى فعلا احنا المبادره، احنا فعلا خلاص وصلنا لمرحله ان احنا المرحله النهائيه الاخيره في 2013 هي تطهير مصر من هؤلاء الارهابيين وهؤلاء العملاء وهؤلاء الخونه، بشكل ان احنا بنعمل ضربات استباقيه. وبالتالي انا في تصوري ان القوات المسلحه والداخليه اصبح لديها معلومات عن مواقعهم بشكل محدد اكثر، تضربهم في اماكنهم في معاقلهم، كيفيه القضاء عليهم، كيفيه طردهم، وبالتالي ده وفق استراتيجيه كبرى. ده يخدم على فكره ان الناس تشعر زي ما قلنا حضرتك انه لا احنا بنحارب يا جماعه هو الارهاب، انتوا شايفين جهود القوات المسلحه لا تبخل بالجهد والسلاح والعتاد لضمان سلامتكم واهليكم، كونوا اكثر ايجابيه اكثر مع اهلكم واهل بلدكم، ويعني اشعروا بالموقف. وده برضو لازم ينقل بصراحه الوسائل الاعلام، بصراحه خلينا نتكلم شويه احنا يعني نعاتب بعضنا كاعلاميين وكصحفيين ان احنا مش ناقلين للمواطن فكره ان احنا فعلا في حرب على الارهاب، يعني خلينا بنتناول ساعات موضوعات تافهه، موضوعات غير ذات قيمه، نشغل الراي العام ببعض التوافه الامور، وبالتالي لا يدرك ان احنا فعلا على حافه المعركه. لابد انه زي ما انت شفت حضرتك منشطات الصحف كلها النهارده بتتكلم عن عمليه التطهير، لابد ان تكون هناك متابعه دوريه بقى عن 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 هذه العمليات، لابد طول الوقت ان احنا نبرز هذه الجهود بشكل قوي. ايضا انا يعني مش عارف لدي فكره ان احنا نبرز ابطالنا، يعني ليه ما نعملش فكره وثائقيات جبل الحلال، وثائقيات حق الشهيد، بحيث ان احنا نبرز في فيلم وثائقي مثلا مدته 10 دقائق او 20 دقيقه عمليه ازاي اتقضى فيها الارهابيين، عمليه التلاحم والضرب، لان دايما البيانات العسكريه يا استاذ ماهر شويه بتبقى جامده ما بتكذبش، خلينا نعملها بمد اكثر جذبا، وفي نفس الوقت تحقق المضمون وتحقق المشاهده، ويشعر المواطن ويشعر انه فعلا انه لا ده عمليه، ويشوفها بشكل اقوى تؤثر فيه وتشحذ الهمم زي ما بيقولوا كده. لا وبص القوات المسلحه يعني ما كلام الرئيس السيسي كمان لما قال لك احنا نستخدم القوه الغاشمه. ده يعني ما فيش كلام تاني بقى، اللي عايز يهزر بقى يهزر بقى هيتسحق، ما عادش في كلام. يعني احنا كان الاول في مراعاه لبعض الامور الاعتباريه، لكن دلوقتي لا، انت بتموت في اولادي وبتموت في ابناء الشعب وفي ضباط وفي جيش وشرطه، لا احنا كده ما عادش فيها كلام. يعني لما الرئيس السيسي يقول استخدام القوه الغاشمه ده كده انذار اخير يعني. وتاكيد على حاجه مهمه برضه يا زلمه، لانه كان ترامب رئيس امريكا
وفي اسرائيل اصوات كانت بتنادي بالفكره اللي هي فكره ايه، انه احنا نحاول نرحل قطاع غزه وقطاع الى ايه سيناء، يبقى عمليه استيطان مقابل انكم انتم تاخذوا بعض المكاسب في اشياء اخرى. فالرئيس السيسي بهذا التصريح اللي هو كان من حوالي شهر اثناء افتتاح بركه غليون اعتقد انه عايز يوصل رساله ان لا، ما فيش هزار في الارض، ما فيش هزار في فكره ان احنا حد. الرئيس سالها صراحه، قال لك ما فيش تفريط في حبايه رمل واحده قصادها حياتنا بالظبط. وبالتالي هو بيرسل رساله بمصطلح القوى الغاشمه قبل الاعداء اللي هم الواضحين برضه للخارج، ان احنا ما فيش لا تنازع عن شبر ارض منا، نوع لا تنازل لفكره، لا تمرير لفكره صفقه القرض اللي كان بيحاول يروج لها ترامب مع اسرائيل، انه ممكن مصر تخش ضمن صفقه القرض، وان احنا ممكن ان احنا نحل ازمه القضيه الفلسطينيه بان مصر يرحل الفلسطينيون الى جزء من ارض سيناء. فهو بهذا التصريح قضى تماما على هذه الفكره وقضى على امالهم. وبالفعل هو النهارده زي ما بنقول احنا، العمليات اللي بتستمر بتقوم بها القوات المسلحه مع الجماعه الشرطه هي عمليات منظمه وممنهجه. اعتقد ان شاء الله يعني خلال ايام خلال العام الاخير الجاري ده 2018 ان شاء الله نسمع اخبار انه خلاص بقى احنا تعلن الدوله بشكل رسمي انه خلاص تم قضاء الارهاب رسميا، وان احنا كل المنافذ تم السيطره عليها. لانه بصراحه يعني خلينا الدوله او الرئيس السيسي بيدفع ثمن تقاعس انظمه سابقه بصراحه طبعا بشكل رهيب في عمليات التهاون والتساهل، بعض الشيء جعل الامور مش واضحه. ولذلك هو اكد على فكره ايه الدوله، يعني ايه دوله، يعني الناس لازم تفهم يعني ايه دوله، يعني ارض وسياده وقانون ودستور، مفهوم من الدوله. اهم التعليقات اللي عجبتنا استاذ احمد كمان ان بعض التعليقات الظريفه كده، قال لك يعني احنا الجيش المصري كله دلوقتي يعني معظمه في سيناء، لا في منطقه جيم ولا في منطقه دال ولا في منطقه الف، يعني ساعه الضروره لا اتفاقيه، لا تقول الاتفاقيه بقى ولا تقول لغيره. بالظبط كده بالظبط. هو تاكيد برضه على فكره انه لا، الارض والعرض لا تنازل فيهم زي ما انت متاكد، وانه فكره احنا ممكن نراعي الاتفاقات الدوليه، ولكن الاتفاقات الدوليه دي طالما هتضر بيا لا، الاولويه مصلحه الوطن، الاولويه ارض الوطن، طالما هي ارض مصريه ذات السياده المصريه من حقي ان احميها بكافه الطرق. تمام. طالما انك تخرج، طالما انها ارض مصريه، ربنا يحمي مصر وجيش مصر العظيم. هنروح لخبر تاني معايا من الاهرام المسائي، خطوات جاده من الحكومه بوضع نظام للتامين على الحياه للعماله الحره. والله يعني الملف مهم جدا، العماله الحره اللي هي فعلا لا يعني لا تشعر بالمهمشين، نقدر نقول بصراحه يعني. فكره ان الدوله او الحكومه بشكل عام تفكر في هؤلاء المهمشين ده شيء كويس جدا، شيء ايجابي جدا، خاصه ان هم فعلا بيبقوا يعولوا، بتشوفهم انت طول الوقت يعني يكدحوا طول النهار عشان لقمه العيش اليوميه. فكره الرجل الارزاقي زي ما احنا بنقول كده، مش مؤمن على حياته، لا قدر الله حصلت له اصابه، حصلت له حاجه، مش هيلاقي اولاده اي ريع ليه. وبالتالي ان الدوله تفكر فيه بشكل جد وتبدا تضع نظام تاميني ليهم حياتهم، انهم ياخدوا معاش برضه اخر السنه، اخر لما يكبروا في العمر. دي فكره كويسه جدا بصراحه، ونسمن جهود الدوله فيها، لان بصراحه بتبرز قد ايه هي برضه مركزه على المهمشين، برغم انه عمليات التنميه وعمليات التطوير، ورغم انه ده يمثل عبء على الدوله، ولكن برضه هي زي ما تقول ايه، زي قبله حياه لهؤلاء الناس اللي فعلا بيعانوا بصراحه يعني. ما هنا استاذ احمد لابد انك تاخد ملمح مهم جدا، وهو الناس لما تبقى زعلانه من ارتفاع الاسعار او ارتفاع الدعم عن البنزين او كده، لا، في طبقات تستحق الدعم فعلا. ده حقيقي. والدعم ده هيجي منين؟ لما ترفع عن القادر وتدي اللي مش قادر. القادر يعني ما يبقاش واحد عنده في بيته خمس ست عربيات واقفين تحت الفيلا بتاعته، واحد تاني ماشي على رجله وده بياخد دعم زي ده. ده بالظبط. واحد مثلا ما عندوش الا الحد اللي يعني يكفيه من العوز، والتاني عنده خمس ست عربيات وكل عيل راكب عربيه والمدام راكبه عربيه وبنته راكبه عربيه، وده ياخد دعم زي ده. ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي بيتكلم عليه الفئه دي، انا طبعا كل انسان ربنا يفتح على الجميع، لكن انا بتكلم الفئه دي انه بياخد، لو انت حسبت لا، ما فكره العداله الموجوده، العداله الاجتماعيه بقى، انت عارف انه فكره انه الاشخاص دي او العائله دي مثلا بتلاقيها بتاخد دعم اكتر، ما انت كل ما بتستهلك اكتر كل ما بتحصل على دعم اكتر، وبالتالي تلاقيه بيحصل على دعم اكثر من اي مواطن تاني في الكهرباء وفي البنزين وفي كل المواد اللي انت بتدعمها الدوله، وبالتالي هو اهدر حق اخر يستحق. هو لما انا بفكره ان انت بتشيل الدعم عن المواد البترول والكهرباء والكلام ده، وتشوف الطبقات اللي زي دي بقى تدعمها بشكل او باخر، هو دي العداله الاجتماعيه فعلا. ده حقيقي فعلا. ولذلك انا بقول لك، انا ما كنتش اتوقع انه يحظى هذا الملف باولويات الحكومه، لكن نسمي جهود الحكومه في هذه الفكره، ويا ريت الناس تبدا يعني الناس تبدا، اي راجل مش عارف، لانه يعني دايما اغلبهم صحيح. مش متعلمين شويه او مش متابعين الصحف والجرايد، عايزينهم يعني يا ناس توعيهم انه يا جماعه في تامين عليكم. هنروح لخبر تاني معايا من جريده الوطن، وزير الزراعه يحدد مهله لمده عام لمنتفع الاصلاح الزراعي لسداد الاقساط المتاخره. وهستاذنك ناخد الدكتور حسن الفوي رئيس هيئه الاصلاح الزراعي. دكتور حسن، ازي حضرتك؟
اهلا بيك يا دكتور حسن. معايا خبر النهارده، يعني وزير الزراعه يحدد مهل لمده عام لمنتفع الاصلاح الزراعي لسدات الاقساط. حضرتك ممكن تقول لي تفاصيل الخبر ده؟ والله هو في اكتر من خبر، مش خبر واحد. طب يا ريت تقول لي تفاصيلهم ايه. نبتدي بالخبر الاولاني اللي هو منح مهله عام لسداد الاقساط المستحقه للمتعاقدين مع الهيئه والمترخيين عن السداد. ده بهدف ان احنا نسهل تقنين الوضعيات بتاعهم، لان لو ما دفعوش الاقساط احنا بنضطر نفسخ العقد، بنضطر نصادر المساحه وبنبيعها بالمزاد العالمي. تمام. فاحنا عاطين فرصه للناس ان لمده سنه اي واحد عليه اقساط مستحقه، سواء اراضي زراعيه سواء مباني املاك دوله، يجي على طول يسدد الاقساط اللي عليه ديت، ونعمل له حضر العقد فوري، يبقى خلص الموضوع بتاعه، امن نفسه وامن حياته ومستقبله وأولاده. الخبر الثاني بقى، اتفضل. ان احنا قرار برضه في مجلس الاداره بقبول التنازلات للغير من منتفع الاصلاح الزراعي اللي هو مشتري ارض من الاصلاح ومسدد وعامل عقد مسدد كامل الثمن، ممكن يتنازل للغير بشرط ان يحرر ويوثق عقد جديد عن طريق الهيئه مع المنتفع الجديد، وده علشان نضمن حقوق المنتفع الجديد سواء قانوني وشرعي، يعني اخذ الطريق القانوني والشرعي عشان ولاده، عشان الورثه، وعشان وعشان. وده ما كانش متاح دكتور حسن قبل كده؟ لا للاسف، لا ده ولا ده كان متاح. الحمد لله ان احنا يعني خدنا قرار بيهم. احنا بنحاول نيسر على المنتفعين وبنحاول نسهل الامور على المنتفعين على اساس يسددوا حق الدوله، وفي نفس الوقت يضمن هو المساحه بتاعته ان هي تبقى ملكه وملك ولاده وملك اسرته. الخبر الثالث طبعا اللي هو ان احنا كل المساحات الفضاء اللي تم استردادها من عن طريق لجنه استرداد او عن طريق قرارات الازاله، جميع المساحات اللي هي ليها ميزه نسبيه زي اللي في فيصل وزي اللي في الحرم، بنطرحها عن طريق وزاره الاستثمار للمستثمرين الجادين. ده بناء على كتاب امانه مجلس الوزراء، ان احنا اي اراضي مستردة ليها ميزه نسبيه نطرحها عن طريق هيئه الاستثمار للمستثمرين الجادين علشان نزود الدخل القومي يعني، وان احنا في نفس الوقت نضمن ان هي ما يتعداش عليها اي حد، ونحافظ عليها ونحافظ على حقوق الهيئه وحقوق الدوله. دي بتكون بالمزاد العالي يا دكتور حسن؟ والله لا، هي بالمزاد العالي دي ليها طريق ثاني عن طريق هيئه الخدمات الحكوميه، لكن ديت بيان موجود في هيئه الاستثمار في وزاره الاستثمار. ممكن اي مستثمر عايز يعمل مشروع على هذه المساحه بس يكون خاضع لقانون الاستثمار طبعا وفي جديه، بيتعامل مع هيئه الاستثمار، واحنا بنقدرها عن طريق اللجنه العليا، وهو بيقدم الطلب هناك وفي لجنه بث هناك بنحضرها مع هيئه الاستثمار على اساس ان جميع مستحقات المساحه دي ترجع للهيئه لانها اولاد المال. تمام. دكتور حسن، هو التمليك لوضيع اليد للمنتفعين الاصلاح الزراعي، يعني ايه وضيع اليد في الاصلاح الزراعي؟ هو الاصلاح الزراعي فيه وضيع يد؟ طبعا في وضيع يد زيه زي التعمير زي اي جهه اخرى. احنا عملنا مع الوزير فوض جميع المحافظين في تقنين اوضاع اليد طبقا للقانون 144 لسنه 2017. يعني وضع يده بس متعامل مع حضرتك مثلا؟ عليه بيدفع حاجه اسمها مقابل الاشغال يعني. تمام. لو عايز يقنن وضعه ويمتلك الارض اللي هو وضع يده عليها مع اثبات وضع اليد بيتقدم للمحافظه، لان احنا في المحافظين عاملين لهم زي تفويض يعني تفويض رسمي ليهم، وبيتقدم هناك وفي لجان مشكله من كل محافظ بيستقبل الطلبات وبيفحصها وبيعينها، ولينا اعضاء موجودين في اللجان ديت على اساس يقنن وضع الناس طبقا للقانون 144. ايه اهم الضوابط واللوائح المنظمه لهذا الشان يا دكتور حسن؟ والله الضوابط ان هو لازم يكون وضع يده، لازم يكون مسدد اللي عليه من مقابل اشغال، لازم يثبت وضع اليد دوت على اساس ان هو فعلا ما فيش نزاع قضائي في المكان دوت، وان الربط اللي هو مربوط عليه بيدفع للاصلاح بانتظام، لو عليه مستحقات بيدفعها قبل ما يخش، بيقدم طلب للمحافظه خلال لجنه اسمها لجنه الفحص وفحص التلقي وفحص الطلبات، بعد كده في لجنه ثاني للتقنين نفسها، بعد كده في لجنه للتظلمات، ثلاث لجان. في حد اقصى وحد ادنى للمساحات؟ لا احنا عندنا في الاصلاح يعني ما بتزيدش المساحات كتير جدا، يعني احنا ما بتعداش فدان لثلاث اركان. او مساحات المباني برضو يعني بسيطه مش زي التعمير يعني. الكلام ده في التعمير بقى المساحات الضخمه الكبيره دي. بالاف الابدان ده في التعمير.
لكن الإصلاح لا، الإصلاح يعني مساحته محددة وبعدين معروفة ومسجلة ومشهورة في الشارع العقاري، وليت الإصلاح مستقرة مفيهاش أي مشاكل. طيب يا دكتور حسن، الإصلاح الزراعي فيه مشروعات كبيرة جدا، منها مشروع البيض وأكتر من مشروع يعني، واللي هي المشروعات دي بيتم تطويرها ولا فيها مشاكل؟ أكيد طبعا بيتم تطويرها، لأن يعني دي مشروعات مربحة جدا في الإصلاح الزراعي. بالظبط بالظبط، إحنا عندنا حوالي 500 مشروع في التعاون الزراعي على مستوى الهيئة بجانب الجمعية العامة للإصلاح الزراعي برضه مشاريعها. كل المشاريع دي مشاريع منتجة وبتخدم المجتمع اللي حواليها وبتخدم المجتمع الخارجي اللي خارج المنطقة بتاعتها. المشروعات كلها الحمد لله مربحة، بنتابعها باستمرار في التفتيش العام وفي المتابعة وفي التفتيش من التعاون بيمارس نشاطه في إن دايما، وفي إدارة التصنيع الزراعي برضه في الهيئة، كل دول بيتابعوا المشاريع دي وبنطور المشاريع من ناحية بقى التكنولوجيا العالية، توصيل الكهرباء، تقليل التدخل. 500 مشروع ده رقم كبير يا دكتور حسن، ده بيفتح آفاق عمل جديدة للشباب وبيتم تطويرهم ولا هم احنا عندنا ال 500 بقى لهم فترة؟ لا بيتم تطويرهم، وفي مشاريع بتكون معطلة احنا بننزلها لجان عن طريق الشؤون الهندسية وعن طريق التعاون مع جهات أخرى وبنطورها وبنشغلها، لكن هي كلها مشاريع منتجة منتجة وموجودة وفعلا بتنتج حاليا يعني الحمد لله. طيب الحمد لله. دكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنا بشكر حضرتك جدا على تشريفك لنا في المداخلة. هنرجع تاني للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، واحنا كنا بنتكلم عن خطوات الحكومة الجادة لتأمين الفئات المهمشة. تحية. زي ما احنا قلنا فكرة انه يعني ده بيدل ان الدولة فعلا بتفكر في المهمشين، بتديهم زي ما بيقولوا قبلة الحياة، احنا مش ناسيينكم، احنا معاكم، احنا بندعمكم، طالما انتم بتشتغلوا، طالما انتم بتحاولوا ما تبقوش عالة على الحكومة او عالة على الدولة، طالما انتم مش بتنتظروا فكرة انه لا، هو فكرة ان يبقى عندك تخطيط شامل وعام وانت عارف الشرائح اللي عندك المستحقة ايه، دي فكرة محترمة جدا انك تبقى شغال على الشرائح دي وتشيل الدعم عن القادر وتديه اللي هو مش قادر، دي منتهى العدالة. ودي الفكرة اللي كان الرئيس السيسي بيتكلم فيها، يا جماعة احنا محتاجين نعمل تعداد سكاني. فكرة المشروع تعداد السكاني اللي اتعمل من حوالي الفترة الأخيرة دي، ده بيعكس الدولة فعلا بقت عندها خطة واضحة، عندها فئات الشباب قد ايه، فئات المجتمع، الشباب، الكبار السن، العواجيز، القادرين، غير القادرين، المهمشين، الموظفين، كل فئات المجتمع، فبيت عندها خريطه واضحه هي بتشتغل على ايه، بيت عندها قاعده بيانات تشتغل عليها. كان الرئيس بياكد يا جماعه احنا ما ينفعش نعمل مشروعات واحنا مش عارفين تشتغل ازاي وانت ما عندكش قاعده بيانات اصلا. بالظبط، يعني تخيل ان دوله بحجم مصر قدرتها ما كانش عندها قاعده بيانات دقيقه. هو كان بيتكلم فكره الدقه، هو هنا بدا يشتغل على فكره انه خلاص يبقى المهمشين احنا عارفينهم ازاي، وتعريف للمهمش ما هو العماله الحره، طيب هتثبتها ازاي، الاجراءات ازاي، قالت انك انت تامن نفسك ازاي، قالت انك انت هتدفع عشان تامن على حياتك، هل انت هتبقى في تسهيلات ليك في عمليه الدفع ولا لا، هتبقى العمليه سنويه ولا شهريه، كل ده بيبان ان الدوله فعلا بدات تشتغل فكره وفق خطه وفق منهجيه، بناء عليه، بناء على فكره التعداد اللي كان بينادي بيها الرئيس السيسي، وعملنا وعمل فيها مؤتمر صحفي كبير عالمي، اعلن في تعداد مصر، اعلن في احتياجات مصر، اعلن في ماذا ينتظر مصر خلال السنوات القادمه، اعلن في التحديات، وهذا احد التحديات انك انت فكره تفكر في العماله الحره اللي هي فعلا موجوده في كل محافظه وفي كل بيت وفي كل شارع، وهو في كل وقت بيحس ان هو رجل كده، يعني زي ما بيقولوا كده مش عندك مصطلح فكره ان هو زي ما بيقولوا على باب الله كده، يعني ممكن في اللي هي العماله المش مدركه عندك، لا في تامين صحي ولا في كذا ولا في كذا. بالزبط. الدوله لابد انها تكفلها بطريقه او اخرى. بالزبط. هروح برضو لنفس خبر تاني في نفس السياق، البنك المركزي يدعم بابتكارات الشباب والتكنولوجيا الماليه في المنطقه، وده كانت مبادره عملها البنك المركزي بدعم الابتكارات الشبابيه. ده فكره برضه يجي وفق خطه الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. فكره برضه الحلول غير التقليديه للبطاله. يعني فكره ان احنا دايما الشاب او اي شخص بيبقى مش شغال، لا، بيبقى عندنا نماذج منوره في الدوله كده وبتبتكر، لابد ان الدوله تحتضنها، تحتضنها، ما تسيبهاش انها تسافر بره او تروح في اي مكان وبعدين تبقى انت بتبص لهم على ان عايزين يجوا يخدموا وطنهم اذا كان وطنهم طردهم. بالظبط. ففكره انك انت تخصص مبالغ ماليه بالشكل ده وتحتضن الابتكارات اللي زي ده وترعاها، ده فكره مهمه جدا. ويصير في حاجه، يعني لما الاقي الاستاذ ماهر حضرتك مثلا دخلت في مشروع والدوله راعيته ونجح، انا احمد هعمل كده نفس القصه، فكره انه يصير الغيره بشكل ايجابي تجاه بين الشباب، انت عملت حاجه، طب والله ده نجح، طب ما تعمل زيه، وهكذا وهكذا. لكن فكره لما حد يلاقي نفسه دخل في مشروع واحبط، التاني مش هيعمل. احنا طب وتنمي الوطنيه كمان، ما هو ده الدوله لما تكفلك بالظبط وتدعمك بالشكل ده
وتدعم ابتكاراتك، انت هتقول لا بلدي اولى من اي بلد تاني. ده حقيقي، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك بتبقى فكره تحريض ايجابي على العمل، وتحريض ايجابي انك انت اهو الدوله بتمد يد العون عليها، بس انت عليك تكون ايجابي واعمل اللي عليك، قدم المشروع، اعمل الخطوات، ادينا الدوله هي بتسهل فعلا. كنا زي ما بنتكلم يعني الدوله كانت لو حكومات في العهود السابقه كانت بتتكلم في عناوين براقه لكن ما كانش في اليات، دلوقتي الدوله بتصنع الاليات، اليه انك انت ازاي تاخد الدعم، ازاي انك انت تحصل على هذا المستحق، ازاي انك انت يبقى في تسهيلات في عمليه السداد، بس انت تكون عندك الجديه وعندك الدأب فعلا لإنجاز المشروع. صحيح، هو أصلا المصري عمره ما كان فاشل وتأكيدا على هذه المقولة، لما بيسافر بره وبيدخل جوه نظام عام وسيستم عام بيبقى يشار إلهي بالبنان، بيوصل لنوبل. صح، ده حقيقي، بيوصل لنوبل. انت ما انت عندكش سيستم عام ولا عندك نظام عام بتحط الشباب ده موجود جوه منه يشتغل بالزبط. هو كل واحد يعمل ابتكار، ياخد الورقتين تحت باطه ويروح يدور على اي مكان عايز يسجله، ويقعد يلف البيروقراطيه اللي احنا بنتكلم فيها، البيروقراطيه. طب سجل هنا وبعدين يحبط، وبعدين يروح يقعد في البيت بالزبط. وبعدين يلقطوا حد من على السوشيال ميديا على النت مش عارف ايه، ياخده بره يبتكر بره ويبقى منور الدنيا كلها بره بالظبط، ويروح ياخد نوبل في الاخر بالظبط، اتحط جوه نظام اشتغل جوه النظام. ده حقيقي، ده حقيقي. وده زي ما قلت لك فكره الرئيس السيسي فعلا بصراحه، يعني كان في اغلب المؤتمرات يا جماعه انا بدقق في التفاصيل، يا جماعه التفاصيل دي لما بنسيبها بتبقى عامله زي الديول اللي بتخرب اي مشروعات، وتلاقيه جدا مدقق يقول طب ماشي المشروعات الصغيره هدعمها ازاي؟ طب هتبقى وزاره التضامن هي راعيها ولا وزاره الماليه ولا البنك المركزي؟ طب انت وزاره التضامن هتقدمي ايه للشباب؟ طب انت وزاره الماليه هتقدمي ايه؟ فكره انه كله يشتغل وفق بوتقه واحده بحيث انه توصل الخدمه للمواطن، ايا كان المواطن بقى بشكل عام، بقى المواطن ده مستثمر، المواطن ده رجل بسيط، عايز خدمه، عايز منفعه، عايز يخش في مشروع، فكره انه بيدقق في كل تفصيله مع الوزارات المعنيه، الهجره والعماله برضه، فكره انه كل واحد بيحاول ان هو فكره التسهيل على المواطن عشان في الاخر يعود بالنفع على الوطن. صحيح، هنروح لخبر تاني معايا من جريده الجمهوريه، وزاره الداخليه تعلن ضبط 41 ارهابيا ومقتل 3 اخرين قبل تنفيذ عمليات تخريبيه بالمحافظه. طبعا ده يجي في اطار الخطه الشامله اللي اتكلمنا عليها، فكره محاربه الارهاب، انه زي ما بتقول احنا ماشيين على قدم وساق، الداخليه بتعمل شغلها في الداخل وبمساند رجال الشرطه، بمساند رجال الجيش طبعا والقوات المسلحه. بصراحه يعني فكره ان بقى تنسيق كامل وشامل بين الداخليه وبين الجيش من يوم الجمعه، يعني حتى انا كان احد اصدقاء الضباط في الداخليه قالوا اتلغت كل الاجازات واحنا حرف حاجه السداد القصوى. ما انا بقول لك فكره انك انت المبادره والتبكير بالضربات الاستباقيه قبل ان تنتظر ان ما انت ما تضربهمش من هنا يعدوا يروحوا محافظه ثانيه، فكره ان تبقى في خطه شامله زي ما احنا شغالين بالظبط. ما دي زي ما قلت لك الخطه الشامله، يبقى انت الدوله شغاله بشكل منظم، عارفه اماكنهم، عارفه البؤر بتاعتهم. لا يعني ده يجي في اطار تسمين الجهود الداخليه بصراحه في السنوات الماضيه اللي يعني قدمت الكثير من الشهداء وقدمت الكثير من الضباط والجنود البواسل الذين دفعوا عن الوطن، يعني الكساء على مستوى الاكمنه، على مستوى المطاردات، على مستوى المداهمات الارهابيه، كان دايما الضباط يعني بيفدوا نفسهم وحياتهم بصراحه. وده يدل برضو انه فعلا انه خلاص يعني الـ 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 يعني عايزين نخرج من الحاله السلبيه يا استاذ ماهر اللي بتصيبنا شويه كل شويه، عم انا مالي لا اهو الناس بتشتغل، اهو الدوله بتشتغل على قدم وساق. انت يا مواطن برضو حط في نفسك وكون ايجابي برضو، لما تلاقي شخص مريب بلغ عنه. صحيح. لما تلاقي حد بيعمل حاجه غريبه، ناس جت اجرت شقه ومن غير بطايق وتثير الجدل، بلغ عنهم، ده مش عيب، انت بتحمي نفسك وبتحمي اهلك وبتحمي وطنك، فكره الوعي عند المواطن. هنروح لخبر تاني معايا من جريده النساء، وزير الخارجيه بعد الاجتماع الرباعي بالقاهره، العلاقات بين القاهره والخرطوم مقدسه. يعني ده بيعكس برضه فكره ان حاله شويه الشوائب اللي اصابت العلاقه في الفتره الاخيره بسبب برضه بعض التصريحات اللي كانت مش عايز اقول مش مفهومه او فيها بعض اللبس. اعتقد ان وزير الخارجيه بدا بدور ايجابي شويه، ان احنا مصر يعني اكبر من الصراعات، مصر مركزه في عمليه التنميه، بلاش انتوا تكون احنا نخش في صراعات احنا لا انتوا لا طائل لنا لا بها ولا انتوا لا طائل لك بها. يعني حتى الرئيس السيسي وجهها في اخر، قال احنا مش فاضيين ان احنا نخش في صراعات، احنا بنبني وبس. وده دليل انه ده رساله لسامح شكري، انه العلاقات ما بين القاهره والخرطوم دي علاقات تاريخيه وثيقيه ممتده. صحيح. من قديم الازل طبعا، وده يدل ان الدوله فعلا بتبعث برساله سلام، طالما انت عندك السلم احنا بنجرح للسلم، طالما انت لا تؤذينا، طالما انت تدعم علاقاتنا التي تعود بالنفع على علينا. الرئيس السيسي في رسائل تطمينيه كمان لجميع الاشقاء، لو مصر عمرها ما تحارب اشقائها. ده حقيقي، ده حقيقي. فعلا. ولا وفكره زي ما فعلا احنا مش فاضيين الصراعات، احنا بنحارب ارهاب، فالارهاب ده احنا موجهين كده، مش هخش في صراع مع دول الجوار اللي بتمتد منها علاقاتنا الوثيقه، ده بالعكس احنا المفروض نفكر ان احنا نزيل اي خلاف ونبدا في عمليه التنميه خلاص. وفكره كمان انه يلفت نظر الاعلام كمان
لتناول الموضوعات بين الدول وبعضها يعني. ده حقيقي، ده بالظبط، لانه فعلا احنا دايما تلاقي في شويه بعض التصريحات اللي بتخرج غير منضبطه فتثير الجدل. طب هو يقصد ايه؟ طب ايه كده؟ لا، يبقى العمليه تبقى فعلا متحررين الدقه، لان العلاقات ما بين الدول دايما يعني مش مجرد، ما ينفعش تساب كده على المشاع او تبقى هباء منصور، لازم تبقى التصريحات منضبطه، التصريحات دقيقه، يبقى فيها توضيح اكتر لو في اي ازمه او مشكله، بحيث ان احنا نساعد في ازاله اي خلاف يعني. صحيح. أروح لخبر تاني من مصر اليوم. حماس في القاهرة لاستكمال المصالحة وبحث التخفيف عن غزة. طبعا يعني ده دور مصر طبعا التاريخي مع القضية الفلسطينية. كانت المصالحة الأخيرة اللي قامت بها مصر في أواخر العام الماضي 2017 لما عملت المصالحة ما بين الفصائل الفلسطينية. ده بيعكس جهود الدولة المصرية، فكرة انه احنا بنأيد القضية الفلسطينية، بنأيد حقوقه المشروعة، بنأيد فكرة انه الدفاع عن الأرض امام عدو. بصراحة لما اعلن القدس عاصمة اسرائيل الشرقية، خلاص انتوا في الاخر انتوا كده لغيتوا اي مبادرة للهدنة او للسلام او اي ايجابية، فاحنا بالتالي ليس لدينا غير ان ندعم اشقائنا في القضية الفلسطينية. طيب هنروح لخبر تاني معايا من جريدة الشروق. وزارة الزراعة تحدد الخريطة الصيفية لمحصول القطن في الموسم الجديد. بعتبر انه يعني ده بيقضي على فكرة العشوائية في الزراعة، يعني ده جزء من خطة الدولة ان احنا بنقضي على فكرة ان كل مزارع عنده شوية فدادين فيزرعها بشكل منسق، مفيش محصول انتاجي واحد، ده بيعيد فكرة انه يبقى محصول. طب استاذنك استاذ احمد، ناخد دكتور عادل عبد العظيم مدير معهد بحوث القطن. دكتور عادل ازي حضرتك؟ يا فندم انا بعليك. اهلا بيك معانا. خبر النهارده بيقول وزاره الزراعه تحدد الخريطه الصنفيه لمحصول القطن في الموسم الجديد. انا عايزك تكلمني في الموضوع ده باستفاضه، والمشكله بقى بين زراعه القطن وبين تصنيع القطن، واحنا عندنا قطن بيتزرع وبعدين ما بنلاقيش مصانع تصنعه فيبقى في مشكله يعني. قول لي بقى، حطني في الصوره كامله يا دكتور عادل. تحت امر حضرتك. بالنسبه للخريطه الصنفيه، معروف ان يعني بدايه كل موسم زراعي بيصدر قرار وزاري بيحدد الاصناف والمحافظات المنزرعة بها يعني، وذلك بناء عن احتياجات الصناعة المحلية وارتباطنا مع العميل الأجنبي بالنسبة لكمية القطن المطلوب تصديرها في الموسم القادم إن شاء الله. وبناء عليه معالي الوزير أصدر قرار وزاري بيحدد الأصناف المنزرعة بالمحافظات. عارف حضرتك إن إحنا الحمد لله بعد الوعكة اللي تعرض لها القطن قبل 2014 وبداية 2015 أصبح عندنا مجموعة جيدة من الأصناف القديمة والجديدة. النهارده بنزرع مصر تزرع حوالي 9 اصناف قطن مصري، منهم 3 اصناف جديده واصناف موجوده في السوق المحلي لتغطي طلبات القطن، الطلبات المحليه والصناعه المحليه طبعا، المغازي المحليه زي جيزه 95 وجيزه 90، ودي اصناف تزرع في مصر العليا او في الوجه الابلي، وباقي الاصناف بتزرع في الوجه البحري. والخريطه الصنفيه بناء عليه بنزرع جيزه 92 في محافظه دمياط، بنزرع جيزه 94 في 3 محافظات اللي هي الدقهليه والشرقيه وكفر الشيخ، جيزه 86 بتغطي محافظه البحيره والقليوبيه والمنوفيه، جيزه 95 بتغطي بني سويف والفيوم والمنيا، جيزه 90 حضرتك بيغطي سوهاج واسيوط. الحمد لله زي ما حضرتك متابع، السنه اللي فاتت المساحه زادت من 130,000 في سنه 2016 الى 220,000 في 2017. الخطه الموضوع ان شاء الله السنه دي 2018 ان المساحه من 600 الى 650,000 فدان. وطبعا بالرغم ان احنا عندنا الحمد لله الوزاره انتجت كميه من البذور المنتقاه لكل الاصناف تكفي لزراعه اكثر من 500,000 فدان، ولكن احنا بنحاول، احنا كنا قبل زي ما قلت لحضرتك قبل 2014 ان احنا فقدنا السوق المحلي، فقدنا السوق الخارجي، وبناء عليه بنحاول نرجع العميل الاجنبي خطوه خطوه. فمش محتاجين مش عاوزين يعني يكون عندنا عرض كبير من القطن المصري مره واحده السعر يتاثر، فعاوزين نرجع نكسب القطن السوق العالمي مره ثانيه. هي المشكله اللي حصلت عندنا يا دكتور عادل في القطن ايه بالظبط؟ يعني ليه بقى عندنا مشكله في زراعه القطن؟ المشكله حضرتك بدا من فتره كبيره من سنه 94. قبل 94 حضرتك، قبل سنه 1994 زراعه وانتاج وتسويق وتصنيع القطن المصري كان بيتم تحت سيطره الدوله والحكومه المصريه. بعد سنة 94 انت عارف مصر اشتركت في قانون التجارة الحرة اللي هو الجاز. وبناء عليه مصر يعني بعد 94 حررنا تجارة القطن. فأصبح ان عند حضرتك عدد كبير جدا من الشركات بعد ما كانت الحكومة هي المسيطرة على الزراعة وعلى الحصاد وهي اللي بتحدد سعر الضمان بالنسبة للمزارع. وبناء عليه ما كانش المزارع عرضة للتجار، واخد بال حضرتك؟ وبناء عليه كان
في هامش ربح وفي خطه موضوعه بالمساحه المنزرعه والكميه المنتجه وهنصدر منها ايه، وبقيه الكميه بالكامل كان بيتم تصنيعها في السوق المحلي. لو حضرتك رجعت ل 94 وما قبلها، مصر ما كانتش بتستورد جرام قطن شعر من الخارج. كل القطن المصري يا اما كان بيتم تصديره يا اما كان بيتم استيعابه في المغازل المحليه. هذه المغازل المحليه لم يتم تطويرها من قبل كده بمراحل كبيره جدا. النهارده انت عندك قطن صفات جوده عاليه جدا وقبل حضرتك، وعندك مغازل بتعمل على قطن صفات رديئه جدا، بتطلع خيوط سميكه مش خيوط غليظه مش خيوط رفيعه زي الايه زي حضرتك القطن المصري. القطن المصري اعلى قطن على مستوى العالم حتى تاريخ المجال اللي ساعتك فيه. القطن المصري اغلى من اي قطن على مستوى العالم لان صفات الجوده عاليه جدا فاخره. فالمغازل اللي موجوده في مصر غير ملائمه اطلاقا لتصنيع القطن المصري. فاصبحنا حضرتك بننتج قطن ما بنصنعهوش في مصر، وبنزرع قطن وبنستورد قطن بتصنع هنا في مصر عشان تصنعه. يعني بتنتج قطن ما بتصنعهوش وبتستورد قطن ما بتنتجهوش حضرتك. فده اللي عمل خلل في المنظومه. فالمطلوب زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان احنا لابد من تطوير المغازل المحليه، وده طبعا الدوله بدات فيه. دي المشكله دايما اللي كانت بتحصل يا دكتور عادل بين وزاره الصناعه ووزاره الزراعه والمساحات المنزرعه ودعم الفلاح لان السعر مش مغطي التكلفه، دي كانت دايما المشكله هنا. بص حضرتك بالنسبه للسعر والتكلفه، الموسم الماضي اللي هو 2017 و2016 اسعار القطن ارتفعت. القطن المصري سعر الامطار القطن تجاوز 3000 جنيه، وده حضرتك بالمقارنه بالماضي يعتبر فيه هامش ربح موجود بالنسبه للمزارع. واصبح فعلا في اقبال على زراعه القطن. ده انا بقول لحضرتك 2016 بنتكلم في 130,000، السنه اللي فاتت 220، السنه اللي جايه تقريبا ان شاء الله هو الموسم ده بنقول من حوالي 350,000، فالمساحه تقريبا بتتضاعف. تمام؟ فعلا الاقبال ده بسبب ان فعلا اصبح في منظومه، اصبح في تقاوم انتقاه، اصبح في اصناف انتاجيتها عاليه زي الاصناف الجديده المستنبطه حديثا، وصفات جودتها عاليه، وطالما صفات جودتها عاليه بتقدر تسواها. الطلب العالمي زاد على القطن المصري لان القطن المصري رجعت صفات الجوده العاليه اللي كان مشهور بيها قبل كده ثاني. فاصبح النهارده مش عاوز اقول لحضرتك النهارده اكثر من 20 دوله بتستورد القطن المصري ولها طلبات بالتعاقد على القطن المصري. السنه اللي فاتت 2016 حضرتك انتاج مصر كان 740,000 امتار. السنه دي اللي هي الموسم الاخير 2017 انتاج مصر وصل 1,470,000 امتار، يعني تقريبا ضعف انتاج الموسم السابق. بالرغم من ذلك تم التعاقد على بيع 100 مليون امتار حضرتك. وده معناه ايه؟ ان انت حضرتك بتعرف ان احنا لسه حضرتك في شهر فبراير. يعني احنا في خلال 3 شهور تم بيع اكثر من مليون امتار. الكميه المتبقيه عند حضرتك حوالي 400,000 امتار. دي زراعه تعاقديه يا دكتور عادل؟ طبعا في حضرتك في معالي الوزير افتتحنا موسم الزراعه في المنيا، وتم عمل زراعه تعاقديه في محافظه المنيا، والاسبوع الماضي كنا في الفيوم، وان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله في بني سويف. وعملنا حضرتك سعر ضمان حضرتك 2400 جنيه لانتار لاصناف الوجه الابلي، وده حضرتك سعر ضمان، وهننتظر سعر السوق ايا كان الرقم اللي هيوصل له السعر. المزارع ان شاء الله هيحصل على سعر، لكن سعر الضمان بيتم تحديده بناء على التكلفه الفعليه وتكلفه الزراعه عشان احمي المزارع، عشان اشجعه واعرفه ان سعره في حاله انه يوصل 3000 جنيه او 3200 زي السنه اللي فاتت ان شاء الله هيحصل على هذا السعر. الاسعار انخفضت وده مش متوقع اطلاقا لان كل القطن تم الانتهاء من تصديره، يبقى ان شاء الله بنضمن له ان هو ياخد سعر الضمان حضرتك. يا دكتور عادل نقدر نقول ان احنا كده على الطريق الصح ان شاء الله، وباذن الله تبدا المساحات اللي عندنا في زياده، ويبدا عندنا المصانع كمان تاخد المحصول اللي بيطلع عندنا. حضرتك بالفعل في تطوير تم بعض المغازل، في بعض الشركات اللي هي حضرتك بتعمل في مجال الخيوط الرفيعه، وده حضرتك بدات تسحب قطن من انتاج القطن المصري مع تطوير المغازل مع الاصناف المنتقاه مع التهاوي المنتقاه حضرتك. ان شاء الله احنا بكل تاكيد على الخط او على الطريق السليم بالنسبه لعوده القطن المصري كما كان مصدر لسعاده المنتج ومصدر من مصادر الدخل القومي المصري باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. الدكتور عادل عبد العظيم مدير معهد بحوث القطن، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله معنا. استاذ احمد هنرجع تاني للاخبار وبنتكلم عن خبر من الوفد، وزاره الاستثمار تصدر اللائحه التنفيذيه لقانون الشركات بعد مراجعتها من مجلس الدوله. زي ما قلت الاستثمار زي ما بنتكلم برضه زي ما قلت لك فكره الاليات برضه هنا الدوله برضه هنا ده تركيز على فكره الاليات، انه انا عشان ادعم الاستثمار لازم احط لائحه، لازم اشتغل بقوانين، لازم اشتغل بوفق يعني فكره زي ما قلت لك الرئيس السيسي بيركز على الاليات، ده بيعكس فكره توجه الدوله ان كل حاجه ليها اليه.
والله وزاره الاستثمار هو بنطلع حاجه وبنبص عليها يا جماعه عشان تشوفوا ان احنا ماشيين ازاي بخطه، وانك انت ازاي تستفيد من هذه اللائحه، وانك انت تعرف حقوقك عليك وواجباتك عليك، ويعني لو في مخالفات لو في عقوبات. فكره انه كل حاجه تبقى منظمه، ما تبقاش فكره العشوائيه، يعني فكره الدوله تشتغل بخطه في جميع المجالات. يعني الراجل الاستاذ معهد مدير القطن دكتور عادل عبازي معهد بحوث القطن، الراجل بيتكلم في خطه بيقول لك كان في خلل، بنستورد قطن بنصنع قطن بنزرع قطن بنستورد وبنصنعش وبنزرع وبنستخدمش يعني في المصانع. شايف المنطق؟ شايف المنطق؟ وانت بيقول لك جوده رقم واحد وما زلت رقم واحد، مش عارف تستغل هذه الثروه القوميه وتعيدها رقم واحد. هو الراجل بيتكلم في خطه، لكن يعني ازمه. ما انت ما طورتش عندك المصانع ولا المغازل ولا المحاليج اللي موجوده عندك، وبتنتج قطن وبتاخد في الاخر ما بتلاقيش حد ياخده لا بتصدره وبتستورده باسعار مضاعفه، وفي نفس الوقت برضه ما تعرفش توظفه تاني، ومش نفس الانتاج ومش نفس الكفاءه ولا نفس المنتج اللي بيطلع عندك ده بالظبط اللي انت بتستورده. بالظبط كده. فدي فكره انه برضه الخلل في النص ده، هي الدوله بصراحه الفتره الاخيره بتبدا تعالج المنظومات اللي هي شويه فيها خلل او عدم وضوح في الرؤيه. يعني وفكره كمان قوانين الاستثمار، لو انت عايز تتكلم عن الاستثمار وجذب الاستثمار لابد انك تعمل قوانين مريحة للمستثمر. ده ما يجيش المستثمر يقعد يلف حوالين نفسه و50 هيئة و50 قرار و50 امضاء و50 جهة، ولا وزارة الاستثمار، لا شؤون مش عارف ايه، لا شؤون العمالة، لا شوف شؤون الهجرة، لا مش عارف ادارة الجوازات، ويدخلوك في تفاصيل المستثمر ملوش علاقة بها خالص. بالظبط. اعتقد لا برضه الدولة بدأت تعمل حملات، لو انت شفت حملات الإعلانية على القنوات الفضائية المختلفة بدأت فكرة التوجه انه حتى يجيب رجال أعمال يتكلموا عن الاستثمار في مصر مريح، انه خلاص احنا بدأنا العهود السابقة. فكرة القوانين، تغيير القوانين كمان، القوانين عندك فيها مشكلة. وقانون الاستثمار الجديد بتدعمه الدولة بكل قوة دلوقتي. يعني صح المهندسة سحر نصر، واللي بتبذل خطوات إيجابية جدا في تسهيل عمليات الاستثمار، ان برضه الدولة ماشية برضه في الإعلام بتروج لده بشكل قوي، تجيب رجال أعمال أجانب وعرب مصريين يتكلموا عن انه قانون الاستثمار الجديد ده دفع الامام، يا جماعه تعالوا استثمروا في مصر. لما يجي يتكلم لما يلاقي مثلا المستثمر المصري بيتكلم كده بايجابيه، اكيد المستثمر الاجنبي هيجي بكل ايجابيه يقول لك اه ده هو مسهلين لهنا وبتاع، فيبدا ياخد خطوات ايجابيه في عمليه الاستثمار في مصر، اللي بيعود في الاخر بنفع عليا وعليك وعلى المواطنين. الفكره ان احنا بقى نزيل العراقيل، نزيل الجهات اللي هي مالهاش فكره انك تتحرك، ما تبقاش واقف في مكانك. يعني فكره ان الدوله دلوقتي بدات تتحرك مش واقفه في مكانها، ده حقيقي. فكره انك تعمل قانون الشباك الواحد ده بالزبط. ده مهم جدا، ده فعلا، ده انك فعلا. انت المستثمر النهارده مش شغل المستثمر انه يروح للكهرباء ويروح للميه ويروح للقوى العامله. صح. ليه يعني ليه ان كانه معاه كام مليون هيستثمر بيه ويخلصهم في الاجراءات وبعدين يقعد؟ بالظبط. يعني لو خلاص من تحت الترابيزه وهلس وانا داخل استثمر ولا داخل ده، انا داخل انت بتفتح بقى باب للفساد وباب للرشاوه وبيبان مفتوح عليك، ما انت عندك 144 جهه مستثمر بيلف فيهم. بالظبط كده. هو بيقع بقى وفق البيروقراطيه العقيمه. وبعدين الناس لازم تفهم ان الاستثمار ده، الراجل اللي بيستثمر ده مش راجل جاي كده مغمض عينه وجاي لك، لا بالزبط. ده بيدرس انت عندك ايه وايه المميزات اللي هياخدها من عندك إيه؟ والبلد اللي جنبك فيها مميزات ايه والمنافسه ليك ايه. في دراسات، الناس ما بتشتغلش في الاستثمار كده بشكل عشوائي، وبالتالي انت طول الوقت لازم تقدم له مزايا تفوق المزايا الاخرى، بحيث انه يجي يقول لك طب انا استثمر عندك ليه؟ طب انا ممكن استثمر في دوله يعني انت ما تجيبوش انا اتعلمه الادب، هو اصلا مش وتلاقيه في الاخر ينفر. لا وفي الاخر ما انت المستثمر ده ما هو ليه برضه شركاء، فينفر ويبقى منفر للاخرين، ما يقول لا يا عم ما تروحش هنا انت، انا عانيت وانا فينقل صوره سلبيه. في الاخر انت حتى المستثمر لازم تتعامل معاه بطريقه ايجابيه اكتر، حتى لو كان في بعض العوائق اللي هي ممكن لا لازم نزيلها له، بحيث ان هو حتى ينقل صوره ايجابيه للاخرين، وبحيث ان هو يكون حتى سافرنا في الخارج. انا بتكلم عن المستثمر الخارجي، والمستثمر برضه الداخلي انه يحس ان هو يشعر ان الدوله بتدعمه، انه زي فكره المنفعه فيد واستفيد. الحقيقه الدكتوره سحر نصر باذله مجهود في الملف ده يعني غير عادي الحقيقه. لا بصراحه يعني ونثمن هذه الجهود بصراحه، وان فعلا بصراحه يعني طول الوقت وتروح هنا وتقعد مع رجال اعمال هنا وتفتتح مشروعات هنا وتتابع هنا، وطول التصريحات يا جماعه فكره دعم الاستثمار، مع بقولك فكره الدوله بقت بتمشي بشكل متوازي في عمليه التنميه والاستثمار وفق خطه. هنروح لخبر تاني من اليوم السابع، شركه العاصمه الاداريه الجديده تحذر من النصب باسم المشروع. والله للاسف فعلا دعوات للنصب باسم مشروع العاصمه الاداريه بصراحه كثرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى انا حتى بيت مستغربه ازاي الناس تلاقي مقاول كاتب على صفحته تعالى استثمر في العاصمه الاداريه وخد شقه بالسعر الفلاني والمتر بسعر كذا، واشياء بصراحه لا ناقه لها ولا جمل ولا انزل الله بها من سلطان. فكره ان الدوله تنتبه لده، لانه فعلا مشروع قومي، مشروع الناس بتعول عليه الكثير، الرئيس السيسي تحدث في اكثر من مره انه هو المشروع اللي هيحل مشاكل كثيره جدا على مصر طبعا، يعني اقلها الازدحام اللي موجود في القاهره. وبالتالي
لازم الدوله تفكر بشكل ايجابي انه لا تبدا تطلع بيانات تحذير المواطنين، انه لو هتتعامل مع العاصمه الاداريه يبقى في جهه معينه. فكره المكاشفه والمصارحه دي فكره مهمه جدا، ويبقى عندك شفافيه، ما انتش بتتعامل في ارقام وفي معلومات، لابد انك تطلع الناس عليها، وانك انت ما تبقى المواطن او المستثمر ما يوقعش ضحايا لشويه نصابين يسيئوا لسمعه الدوله. هي دي الفكره المهمه اللي احنا لازم توضحها الدوله ببيانات تحذيريه، انه انت لو عايز تتعامل في العاصمه الاداريه عندك مشروع، عندك قطعه واحده سكنيه عايز تتعامل معاها، في جهات مختصه تروح لها، اي كده غير جهه هي الدوله غير مسؤوله عما يحدث. طيب يعني هناخد اخر خبر معايا النهارده من الدستور، لجنه تعديل الموطن الانتخابي للوافدين تعمل دون اجازات. شايف يعني الملف الانتخابي ده بيعكس برضه فكره الدوله مدى حاله التاهب والاستعداد للانتخابات الرئاسيه خلاص اللي احنا يعني قربت على اقل من شهر، او بنتكلم في شهر ونص يعني خلاص. فبالتالي هي بتعكس فكره الدوله عشان الناس ما تبقاش ليها حجه. احنا دايما المصري يقول لك اصلي واصل انا مش عارف البطاقه ما جددتهاش، واصلي مش عارف لا مكاني غير مكان تاني. احنا اهو يا عم بنحل لك كل السلبيات وكل العوائق، ما عليك غير انك انت تكون ايجابي وتروح تصوت. اه مفيش اجازات طول الوقت، احنا بنصحح لك بطاقتك البطاقه الانتخابيه، بندلك على اماكن التصويت والاقتراع، عندك اي مشكله انزل بقى مارس حقك. انزل مارس حقك، مارس حقك الايجابي، ما تقعدش طول الوقت تخلق العلل وتخلق الاعذار وتخلق المسببات انك انت تستحق منك كتير يعني. بالظبط كده. لا وتعكس فكره يعني الناس تقول لك ايه الانتخابات محسومه سلفا، حتى لو كانت فكره احنا بنتكلم محسومه سلفا، انت في الاخر بتدي رساله للعالم ان ما حدث في مصر هو تعبير عن اراده شعبيه حقيقيه. الكاتب الصحفي المحترم استاذ احمد الضبع مساعد رئيس تحرير اهرام مساء، بشكر حضرتك جدا على تشريفك لينا. الف شكر لك يا استاذ. اعزائي المشاهدين احنا شفنا مجموعه من الاخبار معانا وشفنا رسائل ايجابيه جدا، عيشوا بالامل والتفاؤل، لكم مني اطيب المنى ماهر الفضائي.